السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة الجزائر في تركيا أو رقم السفارة الجزائرية في تركيا. رقم التليفون هو 00-90-312-46-877-19. يبقى تاني، رقم سفارة الجزائر في تركيا أو رقم السفارة الجزائرية في تركيا 00-90-312-46-877-19. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.